بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهاردة هنقرا مقولة كده أعجبتني في كتاب زاد الأولياء في الصلاة على سيدنا النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. يقال إن أصل الوصول هو الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. بيقول صاحب هذا المقال: أنك كلما تلوت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلما فتح عليك فتوح العارفين به، وعند التعلق به صلى الله عليه وسلم يفتح عليك، لأنك في معية رسول الله صلى الله عليه وسلم. كثرة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أمر مجرب، جرب وسترى بما يفتح الله عليك، لأنه إذا خالط قلبك كثرة الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحبتك الأنفاس من صلى علي صلاة صلى الله عليها بها 10. كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي شعار الأولياء إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. صلاتك على النبي صلى الله عليه وسلم هي استمداد لهذا الرزق الروحاني. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في حال بشريته كان لا يرد سائلا، فما بالك في حال روحانيته. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي أصل الأوراد، وأصل الأوراد كلها من رسول الله. فالصلاة على الرسول مفتاح للفهم عن الله، والأوراد كلها لربط الإنسان بالله. الورد هو وسيلة وليس غاية، الغاية هو محبوبك الأبدي السرمدي هو الله جل جلاله القائل: ما خلقت الخلق إلا ليعبدوني، أي ليعرفوني، كما جاء في شرح ابن العباس. والدلالة على هذا المحبوب هو الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ببركة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تستمد منه أسرار الجمال، لأن الصلاة على النبي أصلا توصل بالنبي، أو يقال إنها توسل بالنبي عليه أفضل الصلاة والسلام. فأنت بها تسأل الله أن يسبغ عليك كرامات من الكرامات التي أعطاها الله عز وجل لهذا النبي، فقسمها على الأكوان صلى الله عليه وسلم، لأنه قال: إنما أنا قاسم والله معطي. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قبلة المؤمنين وقبلة أرواحهم وقطب الرحيل ونقطة الدائرة، وهو الباب إلى الله، سدت كل الأبواب إلا بابه الكريم. والصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هي بعد حقه، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تقبل من كل أحد من المؤمن ومن التقي ومن غيرهم لتعلقها بالمقام الأجل. فمن يأس من نفسه وراء أنه لا يطيع ربه إلا قليلا فليشرع في الصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، مستحضرا حقه ووجوب الأدب معه، فإن ذلك يحمله على القيام بالفرائض واجتناب المناهي والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وكلما صلى الإنسان على النبي صلى الله عليه وسلم فتحت له الأبواب، لأن الله قد قبلها ولو صدرت من قلب فاسق أو شقي، فما بالك لو أنها قد صدرت من قلب مؤمن تقي. وهذا بعد شأن الصلاة عليه، ولا يدرك شأنها إلا من فتح الله عليه. فهي الوقاية، وهي الكفاية، وهي الشفاء، وهي الحسن الحصين، وهي التي تولد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلوب المؤمنين، فيقبلون على الطاعة ويتركون المعصية، وهي التي تحافظ على ذلك الحب وتصونه، وهي التي يترقى بها العبد عند ربه، وهي التي تجعل المؤمن ينال شرف إجابة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أنه يجيب على من صلى عليه، وهي مدخل صحيح للدخول على السيد المليح الفصيح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فالدخول على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدأ بالسلام عليه وبكثرة الصلاة عليه. يكفي المصلون على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم شرفا أن الله تعالى شهد لهم بالإيمان، وأنه سبحانه خاطبهم دون سواهم في أمر يخص خير الأنام، وأنه أمرهم بفعل قد سبقهم إليه لينالوا شرف التخلق بالواحد الديان، وأنه سبحانه وتعالى يريد أن تنير بهم الأرض كما نورت بالملائكة السماء بصلاتهم على سيد ولد عدنان، وأنه تعالى أمرهم بالسلام عليه حتى يكون لهم حضور عند سيدنا رسول الله، وأن أجر المصلي والمسلم على حضرته صلاة مضاعفة من مولاه، ورد السلام مع الشفاعة والقرب من سيدنا حبيب الله. أرأيت فضلا كهذا مع غير حبيبنا مصطفى؟ كل ذلك قطرة من فيض وأسرار قول مولانا مولاه: إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فضل الصلاة على سيدنا
النبي عليه أفضل الصلاة والسلام عظيمة، وفضلها ونورها صلى الله عليه وسلم أعلى وأتم من نور الملك ونور الملكوت والرحموت والجبروت. فنور النبي عليه أفضل الصلاة والسلام شيء آخر. إن الله ملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الله ملائكته يصلون على النبي، الملائكة تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة استمداد، تستمد منه سبب عبادتها وسبب وجودها واستمرارها على طاعة مولاها. ولولا صلاة الملائكة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام ما وجدت الملائكة وما استمرت على طاعة مولاها وما عصمت، فهو صلى الله عليه وسلم سبب لذلك. والملائكة تستمد هذه الخصال بالصلاة على النبي، ولذلك تصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. فإن كان الأمر كذلك فيا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليم، أي صلوا عليه لتستمدوا ولتسلموا من كل زيغ ومن كل هلاك. فما من عبد صالح إلا ويستمد صلاحه من الروحانية المحمدية. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي العبادة الوحيدة التي تشترك فيها أنت مع الملائكة. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صلي على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم.